النهاردة الجهات الأمنية وافقت على عودة القطارات القادمة من الوجه الإبلي إلى القاهرة. التوقف ده كان أسبوع لدواعي أمنية، وخسائر الهيئة بلغت 10 مليون جنيه، حيث أن عدد الرحلات اللي اتلغت من أسوان للقاهرة بلغت نحو 85 رحلة خلال فترة التوقف الأخيرة. عشان نعرف تفاصيل أكثر معنا على التليفون المهندس رشاد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد. مساء الخير يا باشمهندس. باشمهندس، في الخبر اللي جالنا واللي قلته أنا دلوقتي، قلنا وافقت الجهات الأمنية على عودة القطارات القادمة من الوجه الإبلي إلى القاهرة. طيب، الأسبوع اللي فات لما الخبر انتشر وأول ما زعناه قلنا أنه السبب تصليحات كانت على سكة الحديد، كان تصليحات ولا دواعي أمنية؟ لا، هو كان تصليحات. وطبعا خبر أن وفات الجهات الأمنية دي غير صحيح. ده تم إزالة الأعطال اللي كانت موجودة في الخط، وتم عمل كذا تجربة لقطارات فوارق. وبعد التأكد من أن المسار سليم ومفيش أي مشاكل ومفيش خوف على حياة الركاب، تم استئناف مسير حركة القطارات اليوم الساعة 12 بالظبط. يعني طيب، في بشكل عام، هل عندكم تنسيق مع الجهات الأمنية لما مثلا بتاخدوا قرار بعودة القطارات للعمل مرة تانية أو بتوقف القطارات؟ بالنسبة للحالات الفنية هو طبعا ما بيبقاش فيه تنسيق بالنسبة للحالات الفنية، أما في حالات الدواعي الأمنية لازم يبقى فيه تنسيق بيننا وبين بعض. طيب أنا معلش ما سمعتكش يا أستاذ يا باشمهندس، في تنسيق ولا مفيش تنسيق؟ حضرتك لما بيبقى في اعطال فنيه ما فيش تنسيق بيننا وبين الجهات الامنيه. اما لو حاجات امنيه بيتم التنسيق بيننا وبينها. طيب كمان في نفس موضوع الامن، وانت عارف حضرتك ان الامن ده هو الهاجس المسيطر على كل المصريين دلوقتي، هل هيكون في حراسه في القطارات بشكل عام اللي جايه من الصعيد واللي جايه من وجه بحري، هل هيكون في حراسه اكتر في القطارات؟ يا فندم، من بداية تشغيل القطارات من 22/10 بعد التوقف الثلاث شهور، في حراسة موجودة وحراسة مشددة في المحطات وفي جميع القطارات الوجه بحر وجه. طب شكرا لك باشمهندس رشاد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد.